السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، اليوم فيديو جديد مع هذا المروكي اللي ارسل رسالة للملك نتاعهم ويشكر الرئيس عبد المجيد تبونو والرئيس التونسي قيس سعيد بحضوره الى الجزائر على القضية تاع الغاز الخطرة اللي فات. والله يا خوتي بعث الملك السادس ميساج رخصوا فيه ما خلاله ما بقالو. تفرجوا خوتي الفيديو وما تنساش دير جام كومنتار وتخلي الاشتراك نتاعك بس كل ما هو جديد. تفرجوا الفيديو. شتي الرئيس ديال الجزائر والرئيس ديال تونس، اقسم بالله هذوك رجال قيس سعيد تفون طلعتي اليوم انا التحيه لهذوك الرجال. ما محمد السادس الكلب حسن منه، ياك شتي الكلب حسن من داك السيد، اقسم بالله وداك السيد حسن منه الكلب. وزاملو اكتشفته الغرب، قالت لكم محمد السادس متحول ومراته خلاته راه هي في اليونان. وغنقول لكم انا هذا ما طحنا في فيديو في الشباب مروكي بهدل الملك محمد السادس ويشكر الرئيس الجزائري والرئيس التونسي على حقيقتهم وعلى الرجولة، تبين بأنهم واقفين حقيقة على بلادهم. أما مالك المغرب نكملوا الفيديو. أنا غير تنعبر أباش تقول لك، وأنا اللي كيقول لك غادي يطالبوني، أنا راه ما عنده ما يطالبوا فيا، أنا راه ما عنده ما يطالبوا فيا. كيقول لك قريب غادي العداس ما عرفت شنو، انا ما عمري غادي ناكل ونرجع كاع المغرب ونضرب العدس. يقول لك تقاداو لك الفلوس في الميساجات وداك شو باقي عندي الميساجات، انا ما شراني حتى واحد، انا حتى واحد ما خلصني انا. خوتي يحب يقول بلغ السيل الزوبه زيد غلبنا قد قد مو صبرنا نحت ما نهضر. نزيدو خوتي نكملو الفيديو. تنعبر انت وما غاليش تيسب الملك، يقول لك هذا شد الفلوس هذا شراو، انتوما باش تشوف هاد العياش هاد الزب اللي كيقول شحال تيقول لك هاد السيد شراو هاد السيد شراو. انا ما شراني حتى واحد، الملك مثل الجنسي تفاشكو باش نقول لكم انا راجل، لان سبع شتي انا راه سبع، انا سبع اقسم بالله حتى سبع انا راجل. وهذا خوتي رخص الملك وهو في المغرب بعد قادر هكا بعد يزربوا به ما يزيدش يبان، يا من عاش تصرى له كي الشيخ هذاك ضربوه بكنز 15 سنه كيخرج قعد زوز ايام مات ربي يرحمه ويسع عليه. اللي يقول كلمه الحق باي باي. نزيدو نكملوا الفيديو. انا وراجل على محمد السادس راجل عليه وما غاديش يوصل لي حتى الصبع، لان حياته عذاب. شوف كي داير تيخرجوا فيه الذنوب ديال عباد الله، شافر الفلوس دار الفتنه ودار كل شيء، والرئيس ديال الجزائر وتونس هذوك تيهضروا على الشعب. وشوف الحوار ديالهم، ما حنا واحد الدبوز هذاك محمد جاي تيهضر بحال الكلب. سير ترجل عاد جيت تهضر، سير تا ترجل ورجع مراتك باش ترجل، هادشي اللي كاين. كما شفتوا خوتي الفيديو قلت لكم الفيديو الاخر، كاين فئه صغيره خوتي 5% ولا 6% عندهم الحراره هذيك على غير على الوطن نتاعهم، مي الباقي كل تفاهم. والعباد هذو اللي حارين خوتي يحبوا يطفيهم، حبوا تفيو ما يهضروش. طرمك شي السلطه العلويه سلموها باكري لهذوك الناس لاصوص طوماط كيما على بالكم. فهمتوا خوتي هذه، والمخزن كي يلحق عندنا هنا يطفى